السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فهذا الدرس هو تتمة لدروس لا كونجيغيزون، ففيه سوف نتعرف على لو فيرب الي او بريزون باسي كومبوزي او فيتور. يعني لو فيرب الي فهو فعل يذهب في الحاضر الماضي والمستقبل، فهذا الفعل هو ضروري معرفته اللي هو لو فيرب الي او فعل يذهب، لانه يستعمل كثيرا في اللغه الفرنسيه، والتصريف نتاعو او لا كونجيغيزون نتاعو ليس كباقي الافعال. يعني لا نقول جو الي تو الي، مي كنقولوا جو في تو فا ايل فا. لهذا قررت ان اشرحه لكم في درس خاص. وفي نهايه الدرس ان شاء الله غادي نقوموا بتمارين او ديزيكزيرسيت على لو فيرب الي باش تفهموه مزيان، فبقوا معنا حتى لاخر الحصه. فاولا جميع الافعال التي تنتهي ب ER، يعني لا تيرمينيزون نتاعهم فيها ER، فهما دي فيرب دو بروميي جروب. دي فيرب دو بروميي جروب يعني جميع لي فيرب اللي فيهم ER فهما دي فيرب دو بروميي جروب، الا واحد الاستثناء او واحد ليكسيبسيون اللي هو لو فيرب الي. فلو فيرب الي هو فيرب دو ترويزيام جروب ميم سي فيه ER في لافان او في لا تيرمينيزون تاعو. اذا فلو فيرب الي هو فيرب دو ترويزيام جروب. فان فرونسي لي فيرب كينقسموا لثلاث جروب او بيان ثلاث مجموعات. دونك كل ان الافعال كينقسموا لثلاث مجموعات، كاين المجموعه الاولى بروميي جروب، المجموعه الثانيه دوزيام جروب، المجموعه الثالثه ثروازيام جروب. ففي دروس سابقه شرحت لكم هاد لي جروب دي فيرب، وشرحت لكم ايضا كيفاش كنعرفوا ان هاد لو فيرب كينتمي اما المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه. فغنخلي لكم روابط هذه الدروس في صندوق الوصف او لا باغ دانفو، فما تنساوش تمشيو تشاهدوها. فنكملوا الدرس نتاعنا. فقلنا جميع الافعال اللي فيهم ار كينتمي للبروميي جروب الا او صف لو فيرب الي الوحيد اللي فيه ار وكينتمي للثوازيام جروب. فدابا ان شاء الله نمروا نتعرفوا على لا كونجيغيزون تاع لو فيرب الي او بريزون. je vais je vais tu vas tu vas Il va, elle va. Nous allons, فانا تقولوا لي علاش نتقد زاد ميم سي ما كايناش. فعندي اس تبعها ا دونك كنديروا لا ليزون. Nous allons, nous allons. Vous allez, هنا ايضا اس تبعها ا كتقرا زا. Vous allez, ils vont, elles vont. دونك هذه هي لا كونجيغيزون تاع لو فيرب الي في البريزون، يعني فعل يذهب في الحاضر. je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. ف je vais هي انا اذهب، يعني في الحاضر دابا انا اذهب. tu vas انت تذهب. tu vas تذهب. il va هو يذهب. elle va هي تذهب. Nous allons, نحن نذهب. Vous allez, أنتم تذهبون. Ils vont, هم يذهبون أو هن يذهبن. ودابا غنمروا لو فيرب الي و باسي كومبوزي، يعني الفعل يذهب في الماضي. لا كونجيغيزون تاعو هي كالتالي. فقبل فلو فيرب الي في باسي كومبوزي كيتصرف مع لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر يعني جو سوي تو ايلي. اذا لا كونجيغيزون تاعو هي كالتالي. جو سوي زالي. جو سوي زالي. فكيف كنقول دائما هنا عندي اس في لافان تبعها ا دونك كندير لا ليزون. زالي جو سوي زالي. ما كنقراوش جو سوي الي مي كنقولو جو سوي زالي. تو اي زالي. Il est allé, elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés, elles sont allées. Ils sont allés, elles sont allées. Donc, ici, il y a la conjugaison dans le verbe aller. Parce que composé, quand dire le verbe être, quand tu peux aller, 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 ou nous, ou vous, il, quand zido, est la terminaison. Donc, had le fait, il t'a y d'habou, fil ma de houa, un an de hebto. Je suis allé hier, un an de hebto. Il y a ni de hebto, ça, bien, quand fil ma de, un an de hebto. Tu es allé hier, un ta de hebta, ou un ti de hebti. Il est allé, هي هو ذهب أو هي ذهبت. Nous sommes allés,
نحن ذهبنا nous sommes allés vous êtes allés أنتم ذهبتم vous êtes allés هي أنتم ذهبتم ils sont allés هي هم ذهبوا أو هن ذهبنا دونك هذا هو التصريف نتاع فعل يذهبوا في الماضي فالان ان شاء الله غنمروا لو فيرب الي او فيتور فلو فيتور قلنا هو المستقبل يعني فعل يذهب في المستقبل فكنقولوا جيغي جيغي يعني لو فيرب الي كيولي ايغي في لو بريزون كيولي جو في لو باسي كومبوزي جو سويز الي او لو فيتور جيغي جيغي tu iras tu iras Il ira, elle ira. Nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Donc, had le verbe aller fait futur, j'irai, yani, سوف أذهب, ou سأذهب. Tu iras, ستذهب, ou ستذهبين. Il ira, سيذهب أو سوف يذهب. Elle ira, سوف تذهب. Nous irons, سنذهب. Vous irez, ستذهبون. Ils iront, سيذهبون أو elles iront, سيذهبنا. Donc, هذه هي la conjugaison تاع le verbe aller في الفيتور يعني فعل يذهب في المستقبل. فالان ان شاء الله غنمروا نقوموا بدي زيكزيرسيس او تمارين باش تفهموا مزيان لو فيرب الي دونك اكزيرسيس لو فيرب الي او بريزون فدابا غتملؤوا ليا هاد الفراغات بلو فيرب الي او بريزون او في الحاضر لو فيرب الي في الحاضر دونك عندي جو tu il nous vous il وهنا عندي دي فراز دونك جو chez mes grands parents يعني انا اذهب عند مي بارون او الاجداد نتاعي يعني الجد والجده tu انت تذهب à l'école المدرسه il voir son frère هو يذهب لرؤيه اخيه نحن نذهب au restaurant المطعم restaurant والمطعم vous à la bibliothèque هي المكتبه il en promenade هو النزهه دونك نتمنى توقفوا لا فيديو وتقوموا بالاكزرسيس ومن بعد رجعوا معنا باش نصحوه فدابا ان شاء الله غنصحوا الاكزرسيس نتاعنا فعندنا جو شي مي غران بارون غنقول جو في شي مي غران بارون دونك جو في في ا اي اس جو في tu tu vas à l'école tu vas à l'école il va voir son frère il va voir son frère nous allons au restaurant nous allons au restaurant vous allez à la bibliothèque vous allez à la bibliothèque ils vont en promenade فنتمنى يكون الاجوبه عندكم صحاح واللي ما فهم شي حاجه يخليها ليا في لي كومونتير غنعاود نشرحها ان شاء الله Donc d'abord, nous avons l'exercice qui est à l'ordre le verbe aller au passé composé. Je au marché. Yani dahabtu ila souq. Tu à l'université. Dahabta ila al-jami'a. L'université ila al-jami'a. Hier, l'bariha ou ams, il chez sa sœur. Yani dahaba inda ukhtihi. Nous à la banque. Yani nahnu dahabna ila al-bank. Vous Chez le coiffeur, يعني أنتم ذهبتم عند الحلاق. Hier soir, يعني البارحة, مساء البارحة أو البارحة مساء, يعني il voir le match de foot, يعني شاهدوا مباراة الكرة. فنتمنى توقفوا الفيديو وتقوموا بالإكزرسيس ونرجعوا نصحوا إن شاء الله. فدابا غنصحوا هاد الإكزرسيس. Je aurai au marché. Je, يعني ذهبت إلى السوق. فغنقول Je suis allé au marché. Je suis allé au marché. Tu es allé à l'université. Tu es allé à l'université. Hier, il est allé chez sa sœur. Il est allé chez sa sœur.
Nous sommes allés à la banque. Nous sommes allés à la banque. Vous êtes allés chez le coiffeur. Vous êtes allés chez le coiffeur. Hier soir, ils sont allés voir le match de foot. Ils sont allés voir le match de foot. فنتمنى الأجوبة يكون عندكم صحيح. ودابا نمروا لو فيرب الي او فيتور. فكالعادة ملؤوا هاد الفراغات بلو فيرب الي او فيتور. وقفوا لا فيديو قوموا بالإكزرسيس ورجعوا نصحوا أنصامبل. فدابا غنصحوا الإكزرسيس. جي او موسكي بوندون تو لو رمضان. يعني سوف أذهب إلى المسجد طيلة شهر رمضان. الموسكي يعني سوف أذهب إلى المسجد طيلة شهر رمضان. الموسكي هو المسجد. بوندون تو لو رمضان يعني طيلة رمضان أو طيلة شهر رمضان. فهنا غنقول جيغي يعني سوف أذهب. جيغي لا سيمين بروشين الأسبوع المقبل. تو شي تا غرانمير يعني سوف تذهب عند جدتك. فغنقولو تو إيغا شي تا غرانمير. Dans trois jours, il aux montagnes. Au fi, تلاتة أيام. Il aux montagnes. Montagne ou le jebel. Donc il ira aux montagnes. Donc fi, تلاتة أيام. سوف تذهب إلى الجبل. Nous en vacances en avion. Nous, يعني غنسافرو في الطائرة. Nous irons en vacances en avion. Nous irons en vacances en avion. Vous à la piscine. يعني سوف تذهبون إلى المسبح. Vous irez à la piscine. Vous irez à la piscine. Il au camping l'été prochain. يعني au camping هو المخيم. L'été prochain. L'été هو الصيف. Prochain هو المقبل. Donc سوف يذهبون إلى المخيم في الصيف المقبل. En français نقولو ils iront au camping l'été prochain. فنتمنى تكونوا جاوبتوا صحيح وتكونوا فهمتوا الدرس مزيان. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى يكون كل شيء واضح لكم وتكونوا فهمتوا لو فيرب الي في البريزون في الباسي كومبوزي او في الفيتور وتكونوا قمتوا بالزيكزيرسيس وعندكم صحاح وفهمتوه مزيان. إلا بان لكم هذا الدرس مهم واستفدتوا منه فشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. بالنسبة للناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم وما تنساوش تشاهدوا الدروس نتاع لا كونجوغيزون السابقة. غنخلي لكم روابط هذه الدروس في صندوق الوصف او لا باغ دانفو. ونتلاقاو في حصة مقبلة ان شاء الله.